بدايتك ل 2021، شنو اللي تغير فيك؟ تغير فيني اني نضجت وكبرت وتعلمت بامور ما كنت افهم فيها، واليوم صرت اخذ قرار بفكر وعقل وتجارب سابقه. التغيير الشكلي مو حطيته بالحسبه؟ لا كلش. شنو اكثر شيء بشكلك تغير؟ اكثر شيء بشكلي تغير للحين، كل يوم ابي اسوي عمليه تجميل بوجهي وللحين ما سويتها، فاحس ما تغير. ما تخافي؟ لا ما اخاف، احب اجرب شيء جديد بس ما ادري متى باخذ القرار. شنو الشيء اللي ودك تغيرينه؟ خشمي. دانا ليش عندك 2.3 مليون متابع؟ ما عندي جواب مرات. بس اقول محبه من الله. انت تتوقعين ان كلهم يحبونك؟ ما في احد قاعد يتصيد عليك او يبي يتطفل على خصوصيات حياتك؟ ممكن ايه، بس هذا شيء طبيعي ووارد حتى بالجروبات اللي احنا بين اصدقائنا وبين مجتمعاتنا، خصوصا لو ما كنا مشاهير في ناس تكرهنا وفي ناس ما تتقبلنا، وهذا شيء طبيعي. اللي يكرهك وما يتقبلك شلون تعاملين معه؟ اقول له انجوي. هذا شيء تعلمتيه ولا من زمان تسوينه؟ لا انا دائما اقول ان الضربه ما توجع على صدر ميت، فاي دونت كير. دانا كم ترتيبك بالاناقه في السوشيال ميديا؟ اذا سمنت ما عندي ترتيب بالاناقه للاسف. بس انت الحين ضعفانه. حين ضعفانه، بس بالعكس انا وايد استانس بالكومبيتيشن والمنافسه اللي بيني وبين زميلاتي، وكل واحده لها ستايلها الخاص، وما عندي ترتيب وما راح ارتب.